اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده بساطه سهوله مرونه. طبعا احنا داخلين على عيد الاضحى وبنرتب في البيت وعندنا المطبخ فيه شويه زحمه عشان اللحمه داخله وعندنا الصالون وعندنا نستقبل ضيوفنا ونعيد على بعض. فانا دوري من هنا لغايه يوم الوقفه ان شاء الله اريحك في المطبخ تعملي اكلات سريعه وسهله حلوه قوي، ولكن الحرص كل الحرص ان تكون قيمتها الغذائيه عاليه جدا نستفيد بيها. معايا مثلا النهارده الكشري. انا شخصيا عشان نعمل الكشري بالطريقه اللي هي نسلق المكرونه لوحدها والرز بشعريه لوحده والعدس غلبه كتير والحله اللي في المطبخ مش هتكفي. فانا دوري النهارده اعمل لك الكشري، كشري الطاسه بالطماطم، حاجه في حله واحده. كل انواع المكرونه اللي انت حباها مع العدس اللي هو العصب بتاع الكشري مع الشعريه مع التركايه مع صوص الطماطم. هنشوف ازاي نعمل كشري الطاسه بالطماطم بطريقه جديده ولطيفه وهيكون طعمه احسن من بتاع بره. معايا كبد فراخ النهارده. كبد الفراخ يعني البوتاسيوم يعني الحديد يعني تعالج الانيميا. انا شخصيا بحب كبد الفراخ وخاصه لما تبقى ملززه كده ومستويه واخده طعم. بتيجي نعملها النهارده جراتان بطريقه لطيفه وحلوه بالبشاميل والجبنه. كبد الفراخ بالبشاميل والجبنه لها طريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس اكيد هتعجب حضراتكم وخلينا نجربها. نبعد عن السندوتشات وعن ان هي تتعمل ايه مقليه، ولكن الصيف وجو الصيف والحر اللي احنا بنواجهه دلوقتي بيحتاج مننا نقف وقفه مع الايس كريم والعصيرات الفريش الطازه. هنعمل النهارده سموزي الخيار بالزبادي والعسل. الخيار ينفع عصير؟ اه جربيه. خيار سموزي بزبادي وعسل مشروب اول حاجه فيه والقيمه الغذائيه بتاعته بيريح المعده ويساعد على الهضم ويريح القولون، حاجات كتير قوي. انا مش عايز اطول حضراتكم لان احنا عارفين كلنا كل انواع الخضروات بما فيها الخيار بما فيها الخس، الحاجات اللطيفه الحلوه اللي فيها سكريات شويه بتريح القولون وتساعد على الهضم. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل شويه عصير سموزي زي الفل مع بعض. جيبوا لي التلج يا شباب. عدنا المقادير على الشاشه. مقادير على الشاشه. خيار، لا انا عايزه بالقشره بتاعته، القشره يعني الفوائد والقيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. خيار حلو، وزبادي، وورقتين نعناع اخضر، وعسل نحل، وخلاط، وكاسات، ويا سبابين العصير زيدوا حالاته. حلو، عصير خيار. اه جربيه يا حاج، جربيه يا ست الكل. انت عارفه الهندبه اللي هو السريس الريف المصري والصعيد المصري الجميل، عارفينها؟ سامع عنها، اللي بتبقى موجوده في البرسيم كده وحوالين البرسيم، اسمه السريس، بيسموه في بلاد العرب والخليج هندباء. اغلى طبق مقبلات عندهم، يعني لما يحب يكرموا ضيف يقدموا له هندباء والرجله، بجد والله العظيم. الهندباء دي ممكن تتعمل عصير، وانا عملتها عصير قبل كده في شغل، بس لو عملتها انا عصير هنضرب. يعني عصير اللي هو السريس يتعمل عصير مع توم مع معلقه سكر. يا ويلي على كوبايه العصير دي، يا ويلي يا عم ملاح. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل العصير الخيار بالزبادي او السموزي. هناخد الخيار زي ما هو كده. بورقتين النعناع، وخلي بالك عروق النعناع ما تتحطش لانها مرار، ربنا يكفيكي شر المرار يا امي يا خالتي يا عمتي يا اللي كل بيتابعوني. والخيار البلدي بقى بيتعمل بقى حكايه. انا زمان كنت اكل الخيار البلدي والله العظيم اتنى اشم اطراف ايدي واصابع ايدي كده فيها طعم الخيار. دلوقتي الواحد ياكل كيلو خيار كانه بياكل كنتالوب. زبادي اهو على الخيار. اه عصير ده، انزل بالعسل ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب ان شاء الله، قولوا امين. اه ده العسل نازل، وايه بجبن هنا ليه؟ يا عم العسل ده عايز صينيه كنافه، عايز صينيه بسبوسه، اه عايز شويه فواكه، عسل على خيار وزبادي، ايه اللي جابني هنا؟ معلش 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 معلش. اضحكوا ها؟ ما انا عايزكم تضحكوا عشان في ريموت كنترول حاطينه على جنب، ما شايف هيخلص امتى؟ عايز الاولاد منتظرين يلعبوا اللعبه ولا يتفرجوا على البرامج بتاعتهم والجو ده. حكيت لكم انا على طفلي يوم الجمعه قابلني بعد الصلاه قال انا بكرهك.
خير يا رب. وانا ايه شكلي خوف؟ قال لي عشان ماما بتاخد القناه بتاعتي وبتروح تتفرج عليك. قلت الشيف المغازي يا رب يموت. يا حاول ابوه جه جاري يحضن فيا ويبوس فيا. ما تاخدش بكلام الواد ده، احنا بنحبك يا باشا والله. هو عشان بيتفرج على قناه بتاعه الاولاد دي زي بنت كده. ومعلش يا باشا والله العظيم ده احنا بنموت فيك، ده احنا بنساهيه، ده احنا بندفع 50 جنيه كل ما تيجي علشان يتليه في الالعاب وهكذا. ندرب يلا. ابن حلال، ابن حلال والله. خليها دلوقتي. عصير ليمون ابن حلال اللي انا حطيته ده بيسألني المخرج شويه عصير ليمون للامانه يعني عشان نعادل عمليه الحموضه والسكريات اللي موجوده ما بين العسل والخيار والليمون. يلا نقول بقى ايه يا صبابين العصير زيدوا حالاته. الف هنا وشفا للي يشرب. دي كوبايه الشفا مع الكشري ده والله العظيم هو عدله ده يعني للامانه برضه عشان ما بقاش حته بطيخه. يا ويلي تقول لي بقى لحمه وبتاع انسى. ده الدوره ده بتاعي غالي بعد ما اخلص ما ينفعش اشرب على قهوه. خلص من هنا والدوره ده خلص عليه من هنا. حلقتنا النهارده فيها خبره طهويه فيها افكار بسيطه وسهله فيها تكلفه لا للامانه. هو الرز والعدس من قلب المطبخ وكبد الفراخ عند الراجل الفرارجي اللي على ناصية الشارع كل يوم بنعدي من عليه. جبنا كيلو جبنا نص كيلو حسب عدد افراد الاسره مع شويه بشاميل اتعملوا بتكنيك عالي من الطهي. شفناه ادينا له بصله وتومه وهيئناه ونزلنا بشويه رز تحت كده حلو ونزلنا بكبد الفراخ بالبهريز بتاعها. لما اقول بالبهريز بتاعها ليه غرض في الكلام هنا، عشان الرز ياخد من طعم كبد الفراخ وكبد الفراخ تاخد من طعم الرز. ونزلنا بالبشاميل بعد كده وجبنا الموزاريلا وبالف هنا وشفا. اما اللي عاجبني بصراحه وهتغازل فيه لغايه لما الحلقه تخلص طبق الكشري اللي قدامي ده. هجيب الطبق دلوقتي واجيب المعلقه وكوبايه العصير دي. محدش بقى ايه يكلمني. رؤيا فن ابداع. كل عام وحضراتكم بخير. دوري من هنا لغايه يوم الوقفه ان شاء الله اساعدك يا امي يا خالتي يا ست الكل انك تقف في المطبخ وقت قليل جدا لان عندك التزامات ثانيه. تجهيزك وتجهيز بيتك للعيد ده بالتاكيد بيحصل في كل بيت بيتابعنا دلوقتي في انحاء العالم. رؤيا وفن وابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو.